لشمال وشرق سوريا بناء على احكام الميثاق الاساسي للاداره الذاتيه لشمال وشرق سوريا الصادر عام 2018. احنا كمجلس عام عم نصدر قوانين او عم نصادق على قوانين مقدمه لنا من قبل الهيئات المجلس التنفيذي، ومن ضمن هذه القوانين والتشريعات قانون مكافحه التهريب. فهذا القانون ضروري جدا في هذه الفتره خصوصا. 1 نيسان عيد الاكيتو للبابليه الاشوريه، 17 نيسان عيد الجلاء. تم العمل اليوم والمصادقة على قانون المتضمن هما حكم التهريب في الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا والعطل الرسمية في الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا، وتمت المصادقة والتصويت على المواد مادة ومنفردة بالإجماع من قبل أعضاء المجلس العام المتضمنين من كافة الإدارات الذاتية لشمال وشرق سوريا السبع، من أجل الحد من تهريب المواد البترولية، من أجل خدمة شعبنا. والموضوع الثاني اليوم في العطل الرسمية والأعياد، من أجل تحديد الأعياد والعطل الرسمية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ومن أجل تحديد يعني ساعات العمل، فكما في تم سابقا مناقشة قانون العاملين، واليوم تم تحديد الاستذكارات والعطل الرسمية للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا. المادة 36